جيد، محتاج شغل، محتاج جهد، ومحتاج توفيق. ركلة الزاوية اللعب عالية، جول جول أول في اللقاء في مرمى برشلونة. حديث أغمي عليه قبل المباراة وأمور كثيرة، يعني الإعلام دائما ما يشتغل في مثل هذه الأمور. عرضية، جول جول من سيرخيو روبرتو، سيرخيو روبرتو يسجل سيرخيو روبرتو إذن يتمكن من إحراز الهدف. جاهد من جديد بالانطلاقة الماضية، وهنا العرضية التي تأتي هو الاستكمال. تمريرة ممتازة ورائعة أتت من جانب اللاعب أليكسيس في البداية، مونتويا في الجهة الثانية. الحارس باك، الكرة تلعب إلى الأمام، هنا محاولة إلى الأمام تلعب خطيرة لأقصى اليسار. الله، جول ثاني من غريزن جاك من جديد. الكرة تلعب إلى الأمام، دوس سانتوس يلعبها خطيرة. جول 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 التعادل من ميسي. من جديد البداية والانطلاقة من أقصى اليسار، تحرك، مر، دخل، وبعد ذلك تمكن من المرور من الجميع وسجل من خلالها هدف المباراة الثاني، هدف تعديل النتيجة بالقدم اليسرى. دائما وأبدا ميسي يتمكن من إحراز الأهداف وإسعاد الجماهير والتفنن بشكل أو بآخر. أليكس يصنع الهدف، هو